أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من أعداد استوديو الجزائر. الجزائر هذه الأيام والـ24 ساعة ربما أكثر تعيش درجات حرارة مرتفعة جدا، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تقريب عبر المناطق الشمالية للوطن، وهو ما يطرح أكثر من سؤال. نحن في منتصف شهر أكتوبر، يعني بعد تقريب شهر كامل من دخول فصل الخريف، إلا أن درجات الحرارة تسجل هكذا معدلات يراها الإخصائيون والمختصون على أنها طبيعية ربما لأسباب مختلفة، بينما المواطن العادي يطرح أكثر من تساؤل حول هذا الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. ما هو التفسير العلمي الفلكي الحقيقي لهذه درجات الحرارة؟ وما هي توقعات للأيام القليلة المقبلة؟ هل يتواصل هذا الارتفاع؟ وما تأثيره؟ وما أسباب هذا الارتفاع؟ سنتحدث في هذا الموجز الخاص بهذا النشرة الجوية إن صح التعبير عبر ضيفي عبر خدمة الهاتف الأستاذ شيخ فرحات، وهو مختص في الأرصاد الجوية. مساء الخير، أهلا بك أستاذ فرحات. مساء الخير. نشكرك على تلبية الدعوة. قبل ما نتكلم في الأسئلة التي تطرح في الشارع من طرف المواطن وكذلك ربما المتابعين، ربما نعرف ما هي الوضعية الجوية لليلة اليوم، ليلة الأحد، وكذلك المنتظر صباح الغد وظهيرة. نبدأ بالسؤال الأخير. هذه الوضعية هذه ستستمر حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، يستمر خلال هذا الخمس إلى ست أيام فيما يخص درجة الحرارة. والحرارة هذه شيء نقدر نقوله طبيعي، مالغري راهي فوق المعدل الفصلي في بعض الأحيان حتى العشر درجات، خاصة الولايات الوسطى والغربية. هذا رجع لكون ضغط جوي منخفض راه في المحيط الأطلسي، هو اللي يكاناليزي، هو اللي يطلع رياح سخونة من الجنوب الجزائري، وأيضا بالبلدان تاع الساحل كموريتانيا، المالي، النيجر، الصحراء الغربية. هذه الحرارة تطلع إلى كل بلدان تاع شمال إفريقيا، خاصة المغرب العربي، وكذلك على شبه الجزيرة الإيبيرية، المنطقة الشرقية تاع إسبانيا، لا كوستا برافا، كوستا ديل سول، وأيضا جزر باليار، حتى كورسيكا وسردينيا وعدة مناطق في إيطاليا. هذا الهواء سخون، كتلة هواء سخون تبقى منعزلة في هذه المنطقة لخلال الست أيام اللي راهي جاية. اليوم بسبيل المثال باش نشوفوا بلي بلادنا تلمو كبيره، المناخ متغير من منطقه الى منطقه، والفسخانه نهضروا عليها غير في الصحراء، هذه الخطره السخانه في الشمال كانت اكثر عن الجنوب. بسبيل المثال اليوم في منطقه عين الطفله، شلف، الجزائر العاصمه، البليده، البليه، تيزي وزو، البويره، كذلك عدة ولايات غربية كغيديزان، معسكر تلمسان، وهران، وين كانت ما بين 35 إلى 37 محلين حتى 38 درجة مئوية. بينما عين صالح اللي معروفة بالحرارة مرتفعة اليوم ما فاتتش 33 درجة، طمرسات كانت 28، تندوف كانت 30، باش تشوف نقارنوها. حتى المناطق الشرقية كما عندنا باس كيكدا، سوق حراس، كالما، كذلك عرفت ارتفاع في درجة الحرارة. كما قلنا الهواء سخون. الشيخ فرحات، نعم، يعني نعمتك دائما، انت كمختص في الارصاد الجويه سمعتك يعني الكلام نهز من فمك تقول باللي انه هذا معدل طبيعي، ولكن المواطن يعني سواء كان شاب ولا يعني من ابائنا واجدادنا وامهاتنا يقول لك احنا ما نعرفوش هذا الشيء. هذا يعني في اكتوبر كان يقول لك رانا ديجا نسخنوا، رانا بسخان، ورانا كنا سابقا كاين الحشيش ناض والامطار كاينه. كيف تفسر هذه المفارقه؟ نادوك نذكرك في المفارقه اللي عندها نقدر نقولوا في فتح نوفمبر 1954 1954 اندلاع الثوره، سجلنا في العاصمه 33 درجه. في اكتوبر 1980 نهار كانت الزلزله تاع الشلف، كذلك كانت الحراره 34 درجه على العاصمه وعده ولايات وسطى وغربيه. والناس تلمو كي لحقت الحراره كانت مرتفعه، حتى عادوا قارنوا باللي كي تكون الحراره مرتفعه تكون زلزله، باش تشوف باللي غير الذكرى الانسان ينسى
وين سوى سسرة، وهذا معلومات علمية سيدي دون كليماتولوجيك اللي نحكموهم باش نقدر نقولوا باللي راهي فوق المعدل الفصلي. لازم نحكموا معلومات تاع نصف قرن أو قرن باش نقدروا راني نقولوا باللي الحرارة مرتفعة ولا هذا على قلت لك شي طبيعي. واشن راهي مرتفعة تجي كل 20 30 سنة يطرحوا لنا وضعيات جوية كما هذه ولها منفعة ربي سبحانه ما في هذه الحرارة لا عندها منفعة للكرة الأرضية ولا منفعة. واش نحذر المواطنين، نحذر المواطنين العوامل المناخية ملائمة لظهور حرائق الغابات، عودة لظهور حرائق الغابات، الحذر الحذر الحذر. وكذلك لأنها سنة الموسم الفلاحي سنة 2021 2022 لاحظنا باللي ديسمبر جانفي فيفري تاع السنة الماضية وبداية السنة هذه ثلاثة شهور تقريبا أكثر من 90 يوم قطرة تاع الشتاء ما صبت. الحمد لله حتى ربي رزقنا بالأمطار تاع مارس أفريل هذيك اللي نقدت الموسم الفلاحي في الجزائر. الشيخ فرحان عدنا على المقاطعة، خلي يعني المواطن الجزائري يعني شيء مليح، احنا ما نقسموش ولا ما نقطعوش حرية التعبير، كل واحد يحر في التعبير نتاعو، ولكن لما تشوف الفيسبوك ولا في المواطنين يعني كي يتعاملوا كل واحد يفسر التفسير نتاعو. احنا لما يجي حدث رياضي نرجعوا كامل مدربين الحمد لله، يجي حدث سياسي كلنا نتكلموا في السياسة، وهذا حرية التعبير ومن الثقافة الجزائرية اللي نشجعوها، احنا ما نقصروا حتى على واحد اللي يعبر ربي يسهل عليه. ولكن تسألوا المواطن يقول لك اليوم فيها بعض التفسيرات، واحد يقول لي سمعتها في القناة الأخرى، واحد يقول لي قريتها في الجريدة، ما يعرف بالصيف الهندي، هل هذا الصيف الهندي كاين حقيقة في الجزائر؟ نعم الصيف الهندي ما عندناش في الجزائر، الصيف الهندي هو تعبير على منطقة في شمال أمريكا الشمالية في كندا، خاصة في كندا هي كيلحق فصل الخريف، الأشجار تبدل الوراق تاع الأشجار تبدل اللون تاعها قبل ما تطيح، تولي حمراء وتعطي منظر جميل جميل جدا، لان المنطقه دي تاع شمال امريكا الشماليه كندا منطقه كانوا ساكنين الهنود الاحمر اللي كانوا ساكنين فيها على اسمها الهندي لان لجل الهنود. وكذلك المناخ في هذه المنطقه مناخ قاسي في فصل الشتاء مع انهيار الهواء البارد من القطب الشمالي تاع الكره الارضيه على هذه المنطقه، هذا هو اللي عيطوا ليتي انديان، مام كان غنية تاع جوداسا ليتي انديان معروفة. احنا في الجزائر ما عندناش هذا النوع من الطبيعة، ما عندناش لو بليزار اللي عندهم البليزار الرياح القوية الباردة اللي تجيهم من الشمال الكندا، احنا عندنا لو سيروكو اللي جينا من الجنوب إلى الشمال كيما هذه الأيام لأنها التيارات راهي جنوبية، نقدر نقولوا راه انفورم دو سيروكو راه تخص هذه المناطق تاع شمال افريقيا. وبوشن في الحقيقه السيروكو هذا السخون يجي في فصل كجويليا اوت ولا سبتمبر في بدايه سبتمبر ما يجيش في اكتوبر، جا من ديكال شويه والناس تعبر. انا نهضر لك اختصاص تاعي اني فيه تقريبا نصف قرن 50 سنه ونعمل فيما يخص الرصد الجوي، اني نثبت على المعلومات. استاذ فرحان لذلك احنا اتصلنا بك، احنا حابين نعرفوا ولا ينبئك مثل خبير، احنا ماذا بينا نزل المعلومه من عند المختصين ولكن نطرح الاسئله. سيدي الكريم نطرح سؤال فيه مقاربه كذلك، هل ربما لما يكون هذا الجو السخون في هذه الفصول المختلطه، لانه تقريبا عندنا غير فصلين الصيف والشتاء، هل لما يجي يعني الخريف سخون الشتاء راح تكون بارده ولا بالعكس؟ لا من المحال يقول لك واحد كيفاش يكون الفصل، لان مازال ما لحقش الانسان باش يدير تنبؤات تاع الفصول. هذا التنبؤات نقدروا نروحوا احنا في الجزائر حتى 4 إلى 5 أيام، وفي البلدان متقدمه فيما يخص هذا العلم تروح حتى 10 أيام فقط باش هم يخدموا باش يقدروا يشوفوا الفصول. بصح باش يقول لك باللي فصل الشتاء سيكون بارد وممطر وثلوج، هذه من محال، سي بوسيبل تقدر تكون كوم سي بوسيبل ما تكونش، لانها لا ميتيو سني با سي سيونس اكزاكت. الشيخ فرحان، الشيخ فرحان، نعم. منذ قليل قلت لي هذه يعني حاجه طبيعه من عند ربي وهيبه وربي، يعني احنا نقبلوا اي حاجه تجي من عند ربي سبحانه وتعالى. نعم. ولكن نعم. سيدي الكريم نحب فقط نسال يعني نحب نتقفوا بهذا الموضوع.
هل ربما هذا الحرارة هذه تأثر على الجفاف؟ الحمد لله احنا صلينا يوم الجمعة صلاة الاستسقاء، نتمنى إن شاء الله يقبلنا ربي وتهبط علينا الأمطار وتكون أمطار خير ويكون غاية نافع، ولكن ربما هذه الحرارة هذه هل لها علاقة بالجفاف؟ ليس في الجزائر ولكن في مناطق أخرى. لا، الجفاف ما نقدرش نتكلموا على الجفاف درك، لأنها راح نبداو في فصل جديد، فصل جديد اللي يكون فيه الأمطار والتغيرات مناخية وبرودة. الجفاف نتكلموا عليه في نهاية الفترة الفلاحية، في نهاية الموسم الفلاحي، لأنها مازال ما بداش الموسم الفلاحي. دوك يبدأ الأمطار الأولى باش الفلاح يبدأ يقلب في الأرض نتاعو، يبدأ يحرك فيها ومعاد يزرعها كي تكون الأمطار وفصل الشتاء والأمطار اللي تكون، والحصاد نتاعها يكون ابتداء من أواخر شهر ماي أو بداية جوان. الجفاف راهو متوخرة شوية الأمطار على الفصل نتاعها، هذا ما كان تأخر في فصل بما يخص الامطار على الفصل تاعها. هي ما فيهاش كلمه جفاف، لانها كلمه جفاف كلمه كبيره بزاف والناس تم تقول الجفاف. لا، مازال الجفاف ما نقدرش، راهي متوخر الامطار فقط. هل هذه مثلا هذه الحراره تاثر على السدود، تاثر على المياه يعني علميا؟ هل نعم عندها تاثير؟ نعم تاثر، لانها السدود راهم في مستوى هابط بزاف، لان دزنا فصل الصيف وكشفت الوضعيه الجويه اللي عرفتها بلادنا سنه 2021 22 كان نسبه السدود كانت انخفضت حتى الشهر اللي جانا شهر مارس افريل، المي هذاك اللي كان فيه الامطار طلعت شويه حتى 43-44% المعدل على مستوى الوطني. وبعد على بالك استعملنا المياه هذه في فصل الصيف، استعمال كل المناطق الشماليه، درك راهم في مستوى وين يستناو الامطار اللي راهي جايه تاع في سنه 2022-2023. وكذلك اللي ناب الامطار اللي عرفتها بلادنا اليامات اللي فاتوا هذه كانت رعود منعزله، همت عده مناطق ودارت خسائر ماديه وبشريه وكميه، لانها معتبره كانت منعزله، صبت في منطقه بورز بواري، صبت في منطقه ديارت بالضبط في قصر الشلاله وين دار الضحيه، في سعيده، في عده مناطق شماليه كانت محل منفعة للمنطقة، محل ماهوش كيما الأمطار الفصل الشتاء للاضطرابات الجوية الكلاسيكية اللي تمد الأمطار مدة أسبوع ولا مدة أربعة أيام بدون انقطاع الأمطار تسقط. عندنا أستاذ شيخ فرحات يعني واحد الفكرة متوارثة ودور يعني بين المجتمع الجزائري، كان يقولوا باللي كبار نتاعنا يقول لك في الشميسه تاع سبتمبر تكون مريضه، تاثر على مواطن، تاثر على حياته وعلى صحته. هذه كانت في سبتمبر، رانا لحقنا الاكتوبر ورانا على مقربه من نوفمبر والحراره بهذا الارتفاع، هل هذه الشمس تاثر صح هذه تمرض ولا الامر عادي؟ نعم تمرض، لانها كاين فرق، لان الايام درك راهم يقصروا، الايام راهم يقصروا والليالي راهم يطوالوا. يحب يقول كي ما تكونش الشمس تبدا تنخفض الحراره، نشوفوا ما بين الحد الادنى والحد الاقصى. اليوم كي دار اكزومبل الحد الادنى على مستوى العاصمه كان ب 17 درجه، من الحد الاقصى اللي كان في منتصف النهار والواحده او بعد الظهيره لحقت ال 35. شوف هذاك الفرق تاع 17 درجه ياثر على الجسم تاع الانسان. الانسان متكون مع الطبيعه كما الطيور كما الحيوانات كما الشجر، الشجر كي لحق هذا الشهر تحبط الورق تاعها توجد روحها لفصل الشتاء، الطيور كذلك تهجر، الطيور اللي كانت مجوزه الصيف لهنايا كما الخطيفات كما راحت، لانها راحت المناطق اللي يليق بها المناخ، وجينا طيور واحده اخرى كما الزرزور. دوك غير الامطار الاولى يدخل الزرزور يجي من شمال سيبيريا ويجوز على كل بلدان تاع البحر، باش تشوف الانسان عنده علاقه مباشره مع المناخ. استاذ فرحات تكلمت لي واحد الجزئيه بخصوص الموسم الحار والبدر، يعني في بعض المناطق انطلق، هل ربما هذا التاخر تاع الامطار ياثر على العمليه؟ نقدر نقول عطل ما هيش حاجة واعرة واعرة، الخوف في حاجة، الخوف في الجراد، لأنها عدة بلدان تاع الساحل من الصومال إلى موريتانيا مرور بتشاد السودان جنوب السودان المالي النيجر موريتانيا، هنا لابالك الجراد
يسيب الوقت تاعو باش يطلع الى الشمال وهذا هو. مي كاين كاين الناس المختصين في هذا الميدان يراقبوا هذا الـ هذا الكارثه الطبيعيه، كارثه طبيعيه، لان لونفايسمون تاع لو كريكي بيلرين سي ان فينومين ناتشورال ملي خلقت الارض ويكزيستي. واش كاين الامكانيات لمحاربه هذا الجراد هذا اللي يقدر يكون هذا هو اللي يقدر نقولوا يهدد الموسم الفلاحي ويهدد الحقول في الشمال. استاذ فرحات، يعني واحد المساله كذلك على جانب من الاهميه، تعرف باللي انه الشباب الجزائري شاب فتي، شاب قوي ويصدم، يعني ما عندوش حاجه تخليه يعني كل حاجه يحب يديرها يديرها. من بين الاشياء اللي تظهر في الشمال، يعني خصوصا سكان الشمال، انه شباب اللي قريب لهم البحر لما يكون هذا الحراره يقول لك نروح نتشبك شويه نتنفس شويه. هل يعني درجه الحراره في البحر الماء يكون طبيعي في الصيف لما هذه سخانه، ولا الامر يختلف؟ يعني الحراره نتاع اكتوبر ما تكونش كما الحراره نتاع اوت وجويي وتاثر على البحر. الكاد يحبوا ياخذوا العطله تاعهم الموسميه ياخذوها في شهر سبتمبر اكتوبر، لانها معروفين بايام جميله وبحر هادي وحراره لاباس، حتى حراره المياه تاع البحر لاباس. انا بيرسونالمون كذلك نحب هذا بيا جويلي ونقصد الناس بالبحر، لانها سبتمبر الدخول المدرسي بزاف العائلات تقريبا نقولوا 80 إلى 90% يغادروا البحر مع الدخول الاجتماعي. هذا الشيء طبيعي، لابد الشباب تاعنا اللي يقدروا يبروفيتوا بهذا المناخ هذا باش كما العطله تاع الاسبوعيه يقدروا يروحوا البحر واللي يدي العطله تاعو في سبتمبر. يعني يقدر يعوم الشيخ فرحات، يقدر الانسان يعوم في الفصل هذا؟ ياسر، هاي الخير من شهر اوت، ولا واش نقول لك، خير من شهر اوت، خير من شهر سبتمبر. سيد الكريم، انت ولا حبيت تروح روح. الله يبارك فيك، ظروف العمل لا تسمح سيدي الكريم، عندنا التزامات يعني والمواطن يحتاجنا في الخدمه الاعلاميه. قبل ما تغادرنا شيخ فرحات، ما هي يعني النصائح وكيف تتوقع الاحوال الجويه خلال المده القادمه، خصوصا فيه عطله للتلاميذ بالمدارس لانهم رايحين يخرجوا لعطله الخريف بدايه من 27 من هذا الشهر، ما هي ملاحظاتك وما هي توجيهاتك؟ ملاحظتي بان الناس اللي راهم رايحين ياخذوا عطله، اللي راهم خدوا العطله تاعهم في هذا شهر اكتوبر، يبروفيتوا في هذا الشهر مع المناخ هذا اللي يروحوا للسلطبات. وكذلك الحاجات النصائح، العوامل المناخيه كما قلتها ملائمه للظهور حرائق الغابات، الحذر الحذر الحذر، لان رانا مازال المناطق جافه، مازال نسبه الرطوبه منخفضه، مازال الحراره مرتفعه، المعدل الفصلي تقدر ظهور حرائق الغابات الحد المطلوب. والنصائح اللي نقدر نقولها، الانسان يستعمل النصائح اللي قلناها في شهر جويلية وأوت، خاصه عطر المياه للشرب للاطفال الصغار وايضا الناس الكبار، لانها 35 درجه في الظل راهي مرتفعه، المعدل الفصلي بحوالي 10 درجات ونسبه الرطوبه راهي منخفضه. هذا هما النصائح اللي نقدر. الشيخ فرحات اسمح لي، نعم، يعني كنت راح نقول لك بلي سؤال اخير ولكن جاني سؤال جديد يعني وربما مهم. نقراه في الصفحات تاع الفيسبوك، يعني صفحات مختصه بالاحوال الجويه، انت عندك نصف قرن ما شاء الله يعني نستفادوا منك، ولكن الشيخ فرحات تلقى بعض الصفحات يقول لك توقعات احوال الطقس لمده 15 يوما، واحد يقول لك شهر، هل هذا يعني علميا وفلكيا مقبول؟ ماشي مقبول، نجدو خلي يجي حل في الصفحه. انا عندي صفحه مكتوبه الشيخ فرحات بالعربيه والشيخ فرحات بالفرنسويه، نوري روحي ونهضر ندير دي لايف ونفهم المواطن كما نستعمل قناه البلاد باش نفهموا المواطن على الوضعيه هذه الجويه، فهمتني كيفاش؟ نعم. دوك كاين بعض الصفحات حالة الطقس في الجزائر، كل واحد كيفاش يسمي، وياخذوا معلومات من جوجل، ياخذوا معلومات بعده دي سيت اترونجي والدنيا وينشروهم، وهم ما عندهم حتى علاقة مع الرسول الجوي، كما كنت تقول أنت، يا واحد يهضر على الفوتبول وما عنده حتى علاقة مع الرياضة، واحد يهضر على السياسة وما عنده حتى علاقات مع السياسة، واحد يهضر على الاقتصاد، كل واحد الاختصاص تاعو، وهكذا تكون الأمور كما لازم الحال. مادام باش نكذبوا على المواطن ولا نعطوا له معلومات ما غير صحيحة. يعني
يعني تاع 15 يوم هذه ما كاش منها تاع توقعات. انا قلت لك احنا في بلادنا نقدروا 4 ايام. صح. ويا ربي قد ما نطولوا في الزمان قد ما تنبؤوا. وربي هو اللي تولى الامر تاعنا وعلى باله واش يدير سبحانه وتعالى. نشكرك. هذه شكرا. نشكرك استاذ الشيخ فرحات وانت مختص في الارصاد الجويه على كل هذه المعلومات. نتمنى اننا نستضيفك في بلاطو البلاد في فرصه قادمه بحول الله. مشاهدينا الكرام، انقضى الجزء الأول من استوديو الجزائر، ولكن متواصلون معكم في جزء ثاني، موضوع جديد وضيف جديد. ابقوا معنا.